أيها العراقيون الأماجد، كان مجاهدو التصنيع العسكري قد زفوا لكم في تموز من العام الماضي بشرى إنجاز المرحلة الأولى من مشروع طائرة الإنذار المبكر في إنجاز المرحلة اللاحقة من سلسلة المراحل التي وضعت كمنهج علمي متكامل. الاختصاصات العلمية والتقنية لتنتج كادرا علميا عراقيا قوامه الخبرة العلمية العميقة والقدرات الشابة المتوثبة لاحتلال ناصية العلم.